ما كانش ليك في اللي انت فيه دلوقتي يا بدري. بس انا ولد اصول، اصون العيش والملح، وعمري ما انسى لما اديت له يدي حتى لو عضها. انا عمري ما كنت خاين، مشيت ورا نعيمة. عارف نعيمة بتعمل ايه دلوقك؟ انت دلوقك مفيش في يدك حاجة تعملها، محبوس بين اربع حطام. انا عاوز اطلع من هنا مروان. ولو حصل رجبت هتبقى في يدك، هبقى خاتم في يدك، هعمل كل اللي انت عاوزه. ماشي، هطلعك وتبقى خاتم في صباعي الصغير، بس خليك فاكر زي ما هطلعك ممكن ارجعك تاني يا بدري. حسن ازيك يا حبيب؟ ايه اللي جابك هنا يا ام؟ قاعدة مع أخوك شوي، يعني إيه اللي بتقوله ده؟ يعني مروان برضو اللي على الحجر. أنت حبيبي وننعيني من جو. حبيبي وننعينك، كلام حلو سمعته كتير. جالك إيه؟ جالك أنا مش هعرف آخد منه لا حج ولا باطل، مش كده؟ يا ريتال تعالي. بس انا قلت لها تيجي تزورك، منك يعني خدت بعضك مشيت على طول من غير ما تقولي. اصل حماتي عمرها ما هتنسى فرحتها الاولانيه اللي خلت الدنيا كلها تفرح لها. بس عارفه بقى يا مرات عمي، انا لو جاب الدنيا كلها في حجري عمري ما هنسى عبد الله. ما تزوديش النار يا حبيبتي. ماشي يا مرات عمي، انا هسكت ومش هفتح بوقي، اعتبريني ميته. حسن اهو هو الكبير وهو العمده، هو اللي يقول اللي يحصل واللي ما يحصلش. اللي عمله مروان ده مالوش غير معنى واحد، انه بيخطط لنفسه وبس، والباقي كلهم مالهمش عازه. وحاج ولدي عبد الله هاخده وطاره عندي. خبر ايه يا حسن؟ انت هتسمع كلامها ولا ايه؟ لا، ما انا شفت واتاكدت. ما انت لو ما كنتيش عارف ان هو اللي ورا الحكايه ما كنتش جيتي هنا. انت جاي هنا عشان تحميه، تبقي معاه وفي ظهره. يعني انت عايز ايه يا حسن؟ عايز تقتل اخوك عشان تجهرني عليك انتوا التنين؟ ايه اللي يرضيكي؟ هشرب من دم مروان وزينب وبرضه قلبي مش هيرتاح يا حسن. يشيل كفنه على يده وسط البلد كلها ويجيكي لحد عندك بيقول لك السماح، يرضيكي كده؟ اللي تشوفه، اللي هتقول عليها اقول لك امين. يبقى يلا عشان نقفوا على الذبايح نوكلوا الغلابه عشان يدعوا لنا بطوله العمر. ربنا يهدي قلبك يا حبيبي وينور بصيرتك يا رب.